اهلا بحضراتكم جديد. شفنا قبل الفاصل الاراء الفنيه في ان اللي حصل فعلا جمله فرص ضايعه ما ينفعش ابدا تضيع بهذا الشكل. لكن لما يكون الحكم بعد المباراه زي ما قال الكابتن احمد شوبير يعترف ويعتذر على انه ضربه جزاء ما كان يجب ان تحتسب منه، لكن يا فرحتي ما اللي حصل حصل. حتى الكابتن احمد الشناوي له راي في اداء الحكم يا باشمهندس. كل الحكام هنشوف دلوقتي اجماع. نشوف راي الكابتن الشناوي. ضربه الجزاء ضربه جزاء ولا لا؟ لا انا شايف ان يعني ركله الجزاء مش موجوده. يعني خلينا نقول حاجه بقى يا كابتن، الحكام دلوقتي معظمها اللي هم الكاتيجوري ايه دول التنقاط. يعني حتى رضوان ده بلده بيلعب بتقنيه الفار. وخلاص هم حتى يعني خدوا على تقنيه الفار. لعبه زي دي انا شايف ما فيهاش اي وان كان هناك التحام، ده الالتحام الطبيعي بين اثنين اي لعيب دي كره قدم. يعني جاري الالتحام بالاقدام ده يعني ما فيهاش مخالفه، ما فيهاش اي حاجه. بعدين خلي بالك اللاعب بيقع ولاعب الاهلي متقدم، يعني اللعيب بيقع مجرد ان اللاعب التلمس ده بيقع، لكن ما فيهاش اي حاجه خالص. انا شايف ما فيهاش. بص الكره في المتناول الاثنين زي ما انت شايف كده قدامك في الصوره. الاثنين عندهم فرصه متساويه في لعب الكره. كابتن انا شفت اللقطه كذا مره في الاعاده، ما شفتش اصلا ان السوليه لمسه. ما انا عايز اوصلك حتى لو هناك تلامس اللاعب عنده فرصه في لعب الكره السوليه. وهو اللاعب الثاني اذا خلاص ما دلت، لكن لو النهارده السوليه ما عندوش ادنى فرصه وجاي من الخلف اي تلامس بالشكل ده مع اللاعب اقول لك ماشي، لكن النهارده الفرصه متساويه والسوليه يعني يمكن عنده فرصه اكبر، يمكن 60 ل 40 للعب الكره. طب هو ليه السلية. هو ليه المباراه النهارده من غير فار يا كابتن؟ والله دي لان طبعا الاتحاد الافريقي النهارده مش يعني النهارده ما انت هتروح تلاعب مثلا فرقه زي دي هناك فيتا ما عندهمش خريطه الفار في بلدهم يعني، واذا كانت هتبقى التكلفه عاليه جدا على الاتحاد الافريقي. بيوحد الفرصه على الجميع يعني. الى جانب هيبدا يحط في كل بلد يبعت التقنيه تتحط وبتاع عشان تشتغل، وممكن ما تشتغلش وتتقطع، لازم تبقى اوريدي البلاد دي فيها التقنيه شغاله وثابته. ولكن يا كابتن النهارده لو في فار لا يمكن تتحسب ضربه جزاء. طبعا ما فيهاش اي حاجه، لعبه بعيده تماما عن ركله الجزاء. لا ما فيش اي يعني مش عايز اقول يعني مش من عيله ركله الجزاء. طيب مش من عيله ضربات الجزاء، لكن خليني اسالك سؤال. اما وانه الحكم بيروح للعيبه او للجهاز ويعترف ويعتذر، هل يملك يقظة الضمير؟ هل هو اعتذر بالشكل اللي هل يملك يقظة الضمير انه يكتب ده في تقرير؟ دلوقتي احنا شفنا في ماتش السوبر راجل الكرواتي قال لك ضرب، كان في ضرب جزاء قدام الكاميرا. ما كتبتليش ليه في ما انت لو كتبت ان انا اخطات في تطبيق القانون في ضربة الجزاء، ما ده خطا في تطبيق القانون. يعني ايه مش ضرب جزاء؟ انك طبقت القانون على حاله ما تستحقش ضرب الجزاء، اثرت في نتيجة المباراة. انما هو لو كتب لا المباراة تعاد طبعا. القانون كده. ايوه، ولذلك هو مش هيكتب، هيقول البقين دول اذا كان هو قالهم بالشكل الصريح ده. ما ممكن يقول لك انا شفتها كده بس لما شفت الاعاده بعد كده لقيت كلام بقى السايز ده يعني. اللي مش جاي اللي ما جيبش النتيجه. طيب راي كابتن بقى رضا البلتاجي في اللي حصل من الحكم رضوان جاي ده، هل هي ضربه جزاء صحيحه ولا قرار خاطئ من رضوان جيد؟ في رأيي الشخصي هو خانه توفيق في حساب قبل كده. هو خانه توفيق، وان كانت لعبه خادعه هو كان محتاج مساعد الفار، لكن للاسف اللي هو مش موجود توفيرا من النفقات زي الاتحاد المصري مش هيستعين بالفار الا في مباريات نصف النهائي والنهائي. لو كان معاه الفار النهارده كان بسهوله جدا صح يرجع ويصحح. هو توقع ايه؟ توقع ان عمرو السوليه رجله جاتش على رجل لاعب بيتا؟ خليني اعترف لك يا هاني ان انا قبل ما اطلع معاك على الهواء انا كرأي ان انا ركلك. يعني لكن مع الاعاده شفت حاجه ثانيه غير اللي هو شافه في الملعب. يعني لا حول ولا قوه الا بالله، لا الكره تحت حوزه الراجل ولا هو مواجه المرمى. يعني انا عايز اعرف ايه اللي في دماغ الحكم عشان يحسب ليه ضربه جزاء. هما شوف الصوره يا ريت يجيبوها من بعيد زي ما شفناها، بينه وبين الكوره في لعيب من فيتا اللي يمكن يكون شاف الدفعه اللي هو توهمها، فهو جاب يعني صفاره بالاحساس في قرار مهم زي ده شيء غريب جدا يعني. لكن سمير عثمان برضه نشوف
هل اتفق معاهم ولا لا؟ وعندنا يمكن حاله هي حاله ضربه الجزاء اللي تحصل عليها فيتا كلوب وسجل منها. تمام، ركله جزاء وهميه لا توجد ركله جزاء. ركله جزاء وهميه لا توجد ركله جزاء. طبعا. اما نيجي نبص على الخطا ده هو اول حاجه مفيش خطا. ولو نفترض ان قد لو في خطا ده بره ال 18 اصلا. بره ال 18 زي ما احنا شايفينها تمام؟ علاوة ان مفيش احتكاك هو فين الخطا؟ طب اما نيجي خطا هو ايه هو الخطا؟ يعني هو لا في خطا ولا ايه هو الخطا؟ ايه اللي هو لو شاف حاجه احنا مش عارفين ما هو مش تحس ان هو ايه؟ الا لو عمرو السوليه قالوا بالظبط هي غريبه واللعبه بره يا استاذ ابراهيم اللعبه بره طب بره. فين الخطا والكره بص في رجل عمرو طب انا في رجل انا هضربك انت ليه؟ يعني برضه هي بالعقل انا الكره في رجل انا هخبطك انت ليه؟ الولد جاي بالبلدي كده بيدور على ركله جزاء هو اتخابس بصراحه هو اتخابس بس لعبه قديمه قديمه دي جايه على شمال عارف بقى لو رضوان مثلا فتح شويه شمال يشوفها اكتر بس هي طبعا قدر الله ما شاء فعل لعبه زي دي يعني ممكن تاثر في التقارير القادم لرضوان جيد كده ما يساعدوش فيها الحكم المساعد ده بعيد حكم المساعدين النهارده كانوا برضو ايه لا خلي بالك انت كحكم مساعد برضو يا كابتن ابراهيم هرفع في ايه وانت قريب 3 متر يعني هتلاقي وانت واقف مساعد حكم هتقول اكيد هو شايف حاجه ايه احسن مني هتبقى يعني صعبه صعبه عليه هو عارف يساعده في ايه بقى يقول له بره ولا جوه بس هي اصلا هي ولا بره ولا جوه يعني كابتن سمير عثمان ضربه جزاء وهميه بره وما فيهاش تدافع وتالت حاجه وهو قالها وموجوده في الصوره هنا مين الاقرب للكوره ده السوليه الثاني اللي جاي عليه يعني فما علينا طيب ناصر عباس في قناه الاهلي رضوان جاي وانا بقول لك ما شافش اللعبه اصلا ليه ما شافش اللعبه في لحظه الارتكاب او لحظه سقوط لاعب فيتا كان هناك لاعب من فيتا واقف قصاده حاجب الرؤيه عن الحدث وبالتالي قلنا دايما ايه لو انا ما عنديش حاجه حقيقيه اشوفها محسوب خطا خلي اللعبه تواصل مظبوط ان هو النهارده خد بالشكل وليس بالتفاصيل نتيجه ان هناك لاعب قفل عليه او حجب عليه زاويه الرؤيه وبالتالي انا النهارده كنادي الاهلي استفدت ايه النهارده بسبب انك انت النهارده يعني كسرت في نتيجه التمركز ركله جزاء غير صحيحه وهميه من وحي الخيال نتيجه سوء تمركز من الحكم رضوان جيد نتيجه سوء توقع من الحكم رضوان جيد نتيجه النهارده ما عندوش حلول يعني هو النهارده رايح عمود يا كابتن ايمن انت رايح عمود على اللعبه صح عمود استحاله تشوف التفاصيل ونقول دايما كابتن عادل لا يعني لا لما بتبقى انت رايح عمودي وشايف في حاجه فيها خطره لابد كده تفتح يمين او تفتح شمال عشان تاخد زاويه رؤيه تشوف وتتاكد ولكن تحسب بالشكل طبعا يعني هذا الكلام غير معقول يعني كل عناصر الخطأ في هذه الكورة وبرضو نرجع ايه اللي كان في دماغك يا جيد وانت تحتسب الضرب انا دي الصورة اللي بتبين ان كان في لعيبة قدامه ما شافش الضربة هو صفر بالتوقع هو اخطأ في التوقع اخطأ في التمركز اخطأ في القرار وبالتالي يعني الاهلي بيدفع فاتورة ارجو الا تكون مكلفة لان لو العكس بقى كان الاهلي خد ضربة الجزاء دي ما كناش خلصنا وده الدرس يا كباتن ده الدرس بجد انا لما اكون مباراه متازمه زي ديت طبعا درس ضياع الفرص ده درس كبير جدا لازم يحصل له تدريب ويحصل له مراجعه ويحصل له دراسه كل واحد ضيع في المباراه دي فرص ضيع ليه بالشكل ده ايه اسباب اهدار كل هذه الفرص في مباراه كانت في المتناول قوي وازاي هذا التاثير قبل كاس العالم لتعودنا بالظبط متعاون جدا ازاي اقدر اكون على درجه تركيز كامله اكسب مباراه في الوقت القاتل ما ينفعش استرخي وابدا العب كعب وابدا اقسم وابدا اظبط على امل ان المباراه خلصت المباراه ما خلصتش بدليل ان انت قابل للخطف في اي وقت اي فرصه زي كده حصلت اتوقع خطا الحكم اتوقع انه ممكن يحصل اي شيء فبالتالي كان من المهم جدا ان انا اسيطر بشكل قوي ازاي يعني الشاعر بيقول لك اذا جاءت رياحك فاغتنمها فان لكل عاصفه هدوء طبعا انت كل حتى علي محمد علي وهو بيعلق الحصار الاحمر الكامل الحصار طيب ضغطت في الحصار الاحمر وفي بضع دقائق جبت جنين افضل مكمل اغطي المكسب لكن لا ما ينفعش ابدا اركن ان انا المهم خلصت
فتعرض للي حصل ده، لان وارد ان الحكم يخطئ، وارد ان اللاعب الثاني يتخابس، واضح انه كرة عشوائية، وارد ان لاعب من عندنا يخطئ، كل ده وارد انه يحصل في الوقت القاتل حيث لا تعويض ابدا. ده درس كبير جدا نتمنى تدرسه بشكل جيد. جيد مش ابو الحكم، لا مش رضوان جيد، جيد تاني خالص.